دعونا نقوم بحل المزيد من الأمثلة حول المعادلات، وأعتقد أنك سوف ترى أن هذه المعادلات تتطلب المزيد من الخطوات أكثر من التي عملناها في الفيديو السابق، ولكن الشيء الرائع حول هذه المسائل أنه يوجد أكثر من طريقة لحلها. لكن طالما أنك تقوم بعمل خطوات مشروعة، وطالما كل شيء تعمله على الطرف الأيسر أنت تعمله أيضا على الطرف الأيمن، فإنك سوف تسير بالاتجاه الصحيح ولن تحصل على إجابة خاطئة. إذن دعونا نحل بعض من هذه المسائل. فالمسألة الأولى تقول: حسنا، سأعيد كتابتها. 1.3 بالعشرة x ناقص 0.7 بالعشرة ضرب x يساوي 12. حسنا، هنا أول شيء أحب دائما أن أقوم به هو أن أدمج بين هذين الحدين، لأنه لدي 1.3 بالعشرة من شيء ما ناقص 7 بالعشرة من هذا الشيء نفسه، هذا هو نفس المتغير. فإذا كان لدي 1.3 بالعشرة من التفاح ناقص 7 بالعشرة من التفاح، عندها سوف أطرح 7 بالعشرة من 1.3 بالعشرة، وسوف أحصل على 1.3 بالعشرة ناقص 7 بالعشرة من الإكس أو من التفاح أو من أي شيء تريده. إذن هذا يساوي 12. يمكنك أن تتخيل أنني عملت الخاصية التوزيعية المعكوسة هنا، فقد حللت X، ولكن في ذهني أنا أقول أنه إذا كان لدي 1.3 بالعشرة من شيء ما ناقص 7 بالعشرة من نفس الشيء، فهذا سيكون يساوي 1.3 بالعشرة ناقص 7 بالعشرة من هذه الأشياء أو تلك الـ X، وبالطبع 1.3 بالعشرة ناقص 7 بالعشرة يساوي 6 بالعشرة ضرب X من الأشياء ويساوي 12. والآن هذه تبدو مثل إحدى المسائل التي حللناها في الفيديو السابق، فلدينا معامل ما ضرب X يساوي رقم ما. حسناً، دعونا نقسم طرفي هذه المعادلة على ذلك المعامل. نقسم الطرفين على 0.6 بالعشرة، نقسم الطرفين على 0.6 بالعشرة، وما هو؟ إذن الطرف الأيسر يصبح فقط X. X تساوي ماذا؟ يساوي 12 تقسيم 6 بالعشرة. إذن 12 تقسيم 6 بالعشرة، لنضع بعض النقاط العشرية هنا، هذا يساوي 120 تقسيم 6. إذن 12 تقسيم 6 يساوي 2، 2 ضرب 6 يساوي 12. نطرح فنحصل على 0، 0 على 6 يساوي 0. إذن النتيجة ستكون 20، 12 تقسيم 6 بالعشرة يساوي 20، ويمكننا التحقق من هذا. دعونا نتحقق من هذا، دعونا نعوض في المعادلة. إذن 1.3 بالعشرة ضرب 20 ناقص 7 بالعشرة ضرب 20. دعونا نتحقق من أن ذلك يساوي 12. سوف أخرج الآلة الحاسبة، ربما لا تثق بحساباتي. إذن لدينا 1.3 بالعشرة ضرب 20 يساوي 26. إذن هذه القطعة هنا، تلك القطعة هناك، 26. ثم 7 بالعشرة ضرب 20، ذلك يساوي، لا أحتاج إلى آلة حاسبة لذلك، ذلك يساوي 14. و 26 ناقص 14 يساوي 12، فهذا إذن صحيح. لقد حصلنا على إجابة صحيحة لهذه المعادلة، X تساوي 20. دعونا نحل هذه المسألة هنا. 5X ناقص 3X زائد 2 يساوي 1 تبدو معقدة كثيرا، وكلما ترى مسألة صعبة عليك فقط أن تسير بخطوات لتبسيط المسألة، ومع الوقت طالما تقوم بخطوات صحيحة فسوف تستطيع أن تحرز بعض التقدم. فالشيء الأول الذي أريد عمله هو أن أوزع هذا السالب 1 هنا، بالتالي هذه ستكون نفسها 5X
ناقص 3x ناقص 2. صحيح، فقط قمت بعمل الخاصية التوزيعية على 3x و2، هذا سالب 1 ضرب 3x زائد 2، بالتالي هذا يساوي سالب 1 ضرب 3x زائد سالب 1 ضرب 2 أو سالب 3x ناقص 2، وذلك سوف يساوي 1. الآن لدي 5 من شيء ما ناقص 3 من ذلك الشيء نفسه، فهذا سوف يساوي 2 من ذلك الشيء. 5x ناقص 3x يساوي 2x، حيث أن 5 ناقص 3 تساوي 2، ثم لدي ناقص 2 ويساوي 1. والآن أحب أن أجعلها بالشكل حيث يكون لدي 2x، أو أن يكون لدي شيء ما ضرب x يساوي شيء ما، بالتالي أريد أن أتخلص من سالب 2 على الطرف الأيسر، وأفضل طريقة أعرفها لعمل ذلك هي أن أجمع 2 لكلا الطرفين. إذا نضيف 2 على الطرف الأيسر، وإذا عملت ذلك على الطرف الأيسر علي أن أعمله على الطرف الأيمن، إذا زائد 2 على الطرف الأيمن، هذان الشيئان يحذفان وسوف تحصل على 2x يساوي 1 زائد 2 ويساوي 3. والآن يمكنك أن تقسم الطرفين على 2 فتحصل على x تساوي 3 أنصاف، وسوف أتركها لكم للتحقق من أنها الإجابة الصحيحة. دعوني أرسم خط صغير هنا بحيث لا يبدو عملنا مشوش، رغم أنه هكذا سوف يبدو أكثر تشويشا. إذن هنا علينا أن نجد حل S، ولاحظ لدينا كسر وحدين لS، كيف نقوم بذلك؟ حسنا، سوف نعملها بنفس الطريقة. لدينا 1 ضرب S ناقص، يمكنك أن تتصور ذلك كثلاثة أثمان ضرب S، ويساوي 5 على 6. يمكنك أن تتصور ذلك كواحد ضرب S ناقص ثلاثة أثمان ضرب S يساوي 5 على 6. يمكنك أن تحلل S إلى عوامله، ربما سأعملها بهذه الطريقة. سوف أحللها على الطرف الأيسر، وهذا نفس الشيء كS ضرب 1 ناقص 3 أثمان ويساوي 5 على 6، و1 ناقص 3 على 8 ماذا يساوي؟ ذلك الواحد يمكنني أن أكتبه ك8 على 8، وذلك هو 1، بالتالي هذا يساوي 8 أثمان ناقص 3 أثمان ويساوي 5 أثمان، 5 أثمان ضرب S. يمكنك أن تبدل ترتيب الضرب، 5 أثمان ضرب S يساوي 5 على 6. ويمكنك أن تسير بشكل مباشر من ذلك، فإذا كان لدي واحد من شيء ما ناقص 3 أثمان من ذلك الشيء، فيكون لدي 8 أثمان من ذلك الشيء ناقص 3 أثمان من ذلك الشيء، وسوف يصبح لدي 5 أثمان من ذلك الشيء. والآن حتى أجد حل S، يمكنني أن أضرب الطرفين ضرب معكوس هذا المعامل، بالتالي أضرب 8 على 5 ضرب 5 على 8 S. إذا عملتها للطرف الأيسر علي أن أعمل ذلك على الطرف الأيمن، إذن 8 على 5، لا لقد ضربت ب8 على 5 حتى يتم حذف هؤلاء وحذف هؤلاء، ويتبقى لديك S تساوي، حسنا، هذا فقط 1 تساوي، حسنا، الخمسات تقسم على بعضها، نقسم البسط والمقام على 5، ثم نقسم البسط على 2 والمقام على 2، ويبقى لديك، آسفة، نقسم المقام على 2 ونحصل على 6 مقسومة على 2 يساوي 3، ويبقى لديك 4 على 3، إذن S تساوي 4 أثلاث. دعونا نحل مسألة أخرى من هؤلاء. إذن هنا لدي 5 ضرب Q ناقص 7 على 12 تساوي ثلثين، دعوني أكتب ذلك، ويمكنني أن أكتب ذلك كخمسة على 12 ضرب Q ناقص 7
يساوي ثلثين. وما أريد عمله في هذا الفيديو هو أن أبين لكم أنني أستطيع عملها بطريقتين مختلفتين، ولكن طالما أنني أقوم بعمليات قانونية فسوف أحصل على نفس الإجابة. إذن فالطريقة الأولى التي سأعمل بها هي أن أضرب طرفي هذه المعادلة ضرب معكوس الخمسة على 12، بالتالي سوف أضرب الطرفين ضرب 12 على 5. سوف أضرب الطرفين ضرب 12 على 5 لأنني أريد التخلص من هذه الخمسة على 12 على الطرف الأيسر، لأنها تجعل كل شيء يبدو مشوش قليلا. وسوف أضربها ب 12 على 5 لأن هؤلاء سوف يتم حذفهم، الخمسة والخمسة تحذفان، ثم 12 والـ12 تحذفان، بالتالي الطرف الأيسر من المعادلة سوف يصبح كيو ناقص 7 ويساوي الطرف الأيمن ثلثين ضرب 12 على 5. وإذا قسمت 12 على 3 سوف تحصل على 4، وتقسم 3 على 3 وتحصل على 1، إذن 2 ضرب 4 يساوي 8 على 5. والآن يمكننا أن نضيف 7 لطرفي هذه المعادلة، وإذن لنضيف سوف أعمل ذلك بلون مختلف. نضيف 7 لطرفي هذه المعادلة، هذه السبعة تلغي بعضها، وهذا هو الهدف الرئيسي من إضافة السبعة، ويبقى لديك Q تساوي 8 أخماس زائد 7، أو يمكن أن نكتب 8 أخماس زائد 7، يمكن أن نكتبها 35 على 5 أو 35 خمس. وبالتالي هذا سوف يساوي 8، حسناً المقام 5، وثمانية زائد 35، ثمانية زائد 35 يساوي 43. بالتالي الإجابة سوف تكون هكذا، Q تساوي 43 على 5. ولقد قلت أنني سوف أعملها بطريقتين، لنعملها بالطريقة الثانية، دعوني أكتب نفس المسألة مرة أخرى. إذن لدي 5 على 12، 5 على 12 في الواقع، دعوني أعملها بطريقة مختلفة تماما، دعوني أكتبها بنفس الطريقة التي كتبت بها. إذن 5 ضرب Q ناقص 7 على 12 تساوي ثلثين. دعوني أتخلص من 12 أولا، سوف أضرب طرفي هذه المعادلة ضرب 12 فقط، لا أحب أن أرى هذه الاثني عشر هناك، أضرب كلا الطرفين ضرب 12، إذن هؤلاء سوف يحذفان وسوف يبقى لديك 5 ضرب Q ناقص 7 يساوي ثلثين ضرب 12، وهذا نفسه يساوي 24 على 3، بالتالي هذا دعوني أكتب ذلك، إذن 2 على 3 ضرب 12 على 1، نقسم ذلك على 3 تحصل على 4، وتقسم ذلك على 3 وتحصل على 1، بالتالي يساوي 8، إذن تحصل على 5 ضرب Q ناقص 7 يساوي 8. ثم بدلا من أن أقسم الطرفين على 5 وهو ما سوف يجعلنا نقترب كثيرا مما عملناه هنا، دعوني أن أوزع هذه الخمسة، أريد فقط أن أريكم أنه يمكن عملها بعدة طرق قانونية. إذن 5 ضرب Q يساوي 5 Q، وخمسة ضرب سالب 7 يساوي سالب أو ناقص 35 ويساوي 8، 5 Q ناقص 35 يساوي 8. الآن إذا أردت أن أتخلص من هذه السالب 35 أو تلك الناقص 35، فأفضل طريقة لعمل ذلك هي أن أجمع 35 لكلا الطرفين. لقد قمت بذلك حتى يتم حذف هؤلاء، ويبقى لدي 5 كيو يساوي 8 زائد 35 ويساوي 43. والآن يمكنني أن أضرب طرفي هذه المعادلة ضرب 5، وهي نفس قسمة الطرفين على 5، وهاتان تحذفان وتحصل على Q تساوي 43 على 5. بالتالي يوجد عدة طرق لحل هذا النوع من المسائل،
ولكن طالما أنك تقوم بعمل خطوات مشروعة فسوف تحصل على الإجابة الصحيحة، وسوف أتركها لكم حتى تتحققوا من أن هذه هي الإجابة الصحيحة لكيو، إن هذه هي الكيو التي سوف تحقق هذه المعادلة. دعونا نحل مسألة كتابية هنا. جاد يقف في مركز المدينة وفي جيبه فقط 10 دولار حتى يصل بيته، وأجرة التاكسي هي 75% لكل ميل بالإضافة إلى أجرة مقطوعة تساوي 2.35%. اكتب معادلة واستخدمها لحساب كم ميل سوف يقطع بالنقود التي معه. حسنا، إذا التكلفة الكلية، التكلفة الكلية لأجرة التاكسي سوف تكون المبلغ المقطوع لطلب التاكسي وهو 2.35% دولار زائد 75 سنت لكل ميل زائد 75 سنت ضرب عدد الأميال. سوف نجعل M تساوي عدد الأميال التي يقطعها، miles traveled. إذن هذه هي المعادلة، ونعلم أنه لديه فقط 10 دولار حتى يصل البيت، بالتالي التكلفة الكلية سوف تكون 10 دولار. بالتالي علينا أن نقول أن التكلفة يجب أن تكون 10 دولار، بالتالي 10 تساوي 2.35% زائد 75% ضرب أم. إذن كيف نجد قيمة أم أو عدد الأميال التي يستطيع قطعها؟ حسنا، يمكننا أن نتخلص من هذه الـ 2.35% على هذا الطرف الأيمن بطرح تلك الكمية من طرفي هذه المعادلة. دعونا نقوم بذلك. إذن لنطرح ناقص 2.35% ولنطرح ناقص 2.35% من كلا الطرفين، هاتان تحذفان وهذا هو الهدف من ذلك. على الطرف الأيسر ماذا تساوي 10 ناقص 2.3؟ لقد كتبتها 34، هذه 10 ناقص 2.35%، الآن هاتان تحذفان. الآن ماذا تساوي 10 ناقص 2.35%؟ حسنا، 10 ناقص 2 تساوي 8، و8 ناقص 35% تساوي 7.65%، بالتالي سوف تكون 7.65%. إذا أردت أن تصدقني دعونا نستخدم الآلة الحاسبة. إذا 10 ناقص 2.35% يساوي 7.65%، وذلك سوف يساوي 75% M. دعوني أكتب هذا بنفس اللون، من الرائع أن ترى من أين تأتي الأشياء المختلفة. 75% M، يبدو كأنه يوجد ظلال مختلفة لهذا اللون البنفسجي هنا، بالتالي هذا هو ذلك وذلك هو ذلك، ثم هذان الشيئان حذفا. الآن حتى أجد M يمكنني فقط أن أقسم الطرفين على 75%، وإذا قسمت ذلك الطرف على 75% علي أن أقسم الطرف الأيسر أيضا على 75%، ذلك يتم حذفه، بالتالي على الطرف الأيمن يبقى لدي فقط M، وعلى الطرف الأيسر علي أن أخرج الحاسبة، لذلك لدي 7.65% مقسومة على 75%، وهو يساوي 10.2. إذا جاد يمكن أن يقطع 10.2، أم تساوي 10.2، بالتالي جاد يستطيع أن يقطع 10.2 ميل.